السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبتمام الصحه والعافيه، وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار. وغنبداو كيف العاده بالصلاه والسلام على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واليوم ان شاء الله كي كتشوفوا حدايا الاله ديال البانيني، الموضوع ديال هذا النهار غادي يكون عليها الاستعمالات المتعدده ديال هذه الاله اللي ولات دابا متواجده في كل بيت. شنو يمكننا نديرو بها، وكذلك طريقة ديال الغسل ديالها أو التنظيف ديالها من أصعب البقع، أصعب البقع، وطريقة ديال الحفاظ عليها. المهم كتشوفونا هذه هي الألة البانيني اللي عندي. كاينين أشكال وأنواع متوفرين في السوق، هذه راه قديمة، كاين خرجوا شي ألة ديال البانيني جداد ديال إينوكس زوينين. مهم كل واحدة والألة ديالها، ولكن راهم عندهم نفس الاستعمال. وأول حاجة قبل ما غادي نبداو الاستعمالات ديالها المتعددة لاش كتصلح، بغيت نشير لكم لواحد النقطة اللي فايت لي شرتها في واحد الفيديو كنت طيبت فيها البيض، واحد البيض كيجي رولي، وقلت لكم واحد النقطة مهمة واللي هي خطر في هاد الآلة ديال البانيني، باش نتفاداوها الله يحفظ الله يستر، نتفاداو الكوارث. حيت أبسط الحاجات ما كنكونش رادين لهم البال، أولا ما كناخدوش بعين الاعتبار أنها يمكن تسبب لنا كارثة عظمى، بحال مثلا فاش كنبغيو نستعملو الآلة ديال البانيني. هذا هو البريز ديال الآلة، كنركبوه كتشوفو كتشعل، ها هي شاعلة باش كيشعلو هادو بجوج، كتكون صافي سخنات مزيان. المهم هكا فاش كتكون شاعله، كتكوني مثلا نتي دايره هنايا شي حاجه كطيبيها، انا غادي نحيد باش غادي نوريكم، كطيبي شي حاجه هنا كتبغي تطلعي ليها تشوفيها فين وصلات. هاد البريز هذا راه كيتلوى، كيقدر هكا يدور يتلوى هكا، حنا ما ردوش البال. فاش نبغيو نسدو الاله ديال البانيني غادي تخشى هنايا وغادي نسدو عليها ونعاودو، وهذا راه كيكون راكب، انا غير كنوريكم. والله يستر السخونيه مع الضوء، راكم عارفين شنو كيديروا، الله يحفظ الله يستر. المهم ردوا البال من هذه القضيه، هذه دائما فاش تكونوا خدامين بها يكون البريز راكب وتكون شاعله سخونه، دائما بقاو نطلعوا على هاد الخيط هذا ديالها، واش ما دخلناش فهاد البلاصه، حيت يقدر كيك ليكم يتلوى ويدخل لهنايا، والله يستر يوقعوا الكوارث. ديما بقاو نردوا البال لهاد البليصه هادي، من كنو كنحلو ونبغيو نسدو حتى نقلبوها بحال هكا ونشوفو نتاكدو عاد نسدو. الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ المسلمين اجمعين. وندوزو دابا عفوا الطريقه ديال الاستعمال. وكي كتشوفوا الاله ديال البانيني ديالي كتبان جديده، مازال نقيه بحال عاد شريتها، ولكن انا ها باش كنحافظ عليها، دائما كنفرش فيها هذا الورق ديال الطبخ، كينفع بزاف. فاش كتفرشوا الورق ديال الطبخ كيحافظ لكم على البانيني، ما كيخليهاش نهائيا توسخ. هذا اللي كنفرشوا في اللاطه ديال الكيك او لا، هو هذا كنحتاجوه بزاف الاله البانيني. كننصحكم هذه النصيحه دائما، الاله ديال البانيني من غير لا بغيتوا تسخنوا فيها شي خبز ولا، هو ماشي مشكل ما ديروش، ولكن الا كنتو باغين طيبوا فيها من الاحسن تفرشوا هذا الورق ديال الطبخ. كي كتشوفوا هنايا انا غادي نشوي الفلفله، غادي نقليها، كتجي مشويه ومقليه في نفس الوقت. المهم انا دهنت شويه ديال الزيت كي كتشوفوا، درت الزيت الروميه ودرت دهنتها غير بالشيته، ما كاملاش تقريبا حتى معلقه اولا نص معلقه، وكنستف الفلفله ديالي اللي بغيت وكنخليها حتى كطيب على خاطرها، كنسد عليها البانيني وكنخليها طيب، وكنبقى مره كنقلبها. المهم بحال هكا كنقلبها مثلا على الجناب، كنشوف الجناب اللي مازالين خضر مازال ما طايبين، ولا على الجهه اللي مازال ما طابت كنقلبها عليها. المهم صافي هنا راني قلبتها وعاودت، راه دابا راه واجده طايبه كي كتشوفوا، راه طايبه مزيان وهي مازال سخونه. كنحيد لها، كنحاول نحيد لها القشره ديالها، ديك اللقطه فاش كنت كنحيد انا كيحسب لي كنصور، هي ما تصوراتش. المهم راه القشره ديالها كتحيد بكل سهوله، وهكا كتكون الفلفله صحيه حسن ما تعليوها في الزيت، وكتجي البنات بحيله مقليه في الزيت بنص معلقه ديال الزيت كيف شفتوا دهنت بها الاله البانيني. وغنستغل هاد الورق هذا اللي كيف شفتوا رجع مكرفص، كون هادشي كلشي طاح في الاله البانيني غترجع حالتها. وعندي هنايا شويه ديال السردين، درت له شويه ديال الملح، هو غادي نشويه وكنسد عليه حتى كيطيب، وراه دغيا كيطيب، ما كياخذش نهائيا بزاف ديال الوقت. كتشوفوا دابا راه الحوت مشوي واجد، كيجي بحال شويته على الفاخر اولا شويته في الفران تماما، كيطيب مزيان ما كيبقاش نهائيا خضر كي كتشوفوا في الصوره.
وكل اللي غيقول لي الحوت غادي يخلي الريحه في الاله ديال البانيني. في الاخير فاش غادي نوريكم الطريقه ديال الغسل والتعقيم ديالها والتنظيف ديالها، هاد الطريقه اللي غادي نوريكم ما كتخليش نهائيا الريحه ديال الحوت او لاي حاجه طيبتوها في الاله ديال البانيني. كي كتشوفوا داك الورق ديال الطبخ كينفع بزاف، شوفوا شحال ديال الدهون، شحال ديال الاوساخ اللي تجمعوا فيه، والاله بقات مزيانه. وحاجه اخرى يمكننا نطيبوها في الاله ديال البانيني هي البطبوط كي كتشوفوا، اولاد الخبيزات الصغيورين. بطبوط كما كتطيبوه عادي في المقله كطيبوه بنفس الطريقه في الاله ديال البانيني. واصلا الاله ديال البانيني راه بحال شي مقله، غير هي المقله ديال الضو. المهم هانتوما من بعد ما حطيت هاد البطبوطات وستيت عليهم، دابا عاود طليت عليهم شوفهم فين وصلوا، راهم بداو كيتنفخوا كيدخلهم الطياب، وغادي نبقى نقابلهم بالطريقه العاديه بحال راه كيطيبوا في المقله، نبقى نقلبهم على الجهات بجوج حتى يتحمروا. صافي، وهنايا كي كتشوفوا راهم كملوا الطياب ديالهم، تحمروا، جاوا زويونين البنات. غادي نحيدهم وغادي ندير وحدين اخرين. فاش كنبغي نحط المهم كنحط البطبوطه غير بشويه ما كنزدحهاش باش كتجي منفوخه وكتجي زوينه. المهم هادو اللي لحت دابا هانتوما كتشوفوا بقيت مقابلهم حتى طابوا مزيان وتحمروا وكيجيو فيهم دوك الخطوط ديال الاله البانيني، وهادو كيصلحوا بزاف للوليدات على حسب المدرسه اللي كيتغداو في المدرسه. هاد الخبيزات او البطبوطات كيجيو مطراسين، تعمروهم ليهم باي حشوه بغيتو وديروهم لوليداتكم الغديوه للمدرسه وكيجيو فنين. وندوزو دابا للاستعمال الاخر للاله ديال البانيني. كي كتشوفوا هنايا عندي كاوكاو، غادي نحمرو، بغيت محمر غادي نحمرو حتى هو في الاله ديال البانيني. يمكن لكم تحمروا كاوكاو او اللوز او مثلا بغيتو تسخنوا الكمون باش تطحنوه، المهم يمكن لكم ديروا هادشي كامل في الاله ديال البانيني. ومره مره كنبقى نحل على هاد كاوكاو كنقلبو، المهم كنحركو باش يتحمر من الجهات كاملين. انتما كتشوفوا راه بدا كيتحمر ودغيا دغيا كيتحمر في وقت قياسي. انا غادي نقشر واحد الوحيده باش تشوفوها، نتوما راه كتجي محمره. وها هو من بعد ما قشرت هاد كاوكاو كامل راه كيتقشر بكل سهوله، كتشوفوا راه شي وحدين كاع فات فيهم الطياب تحرقوا. المهم راه كيتحمر مزيان ودغيا دغيا كيتحمر، وغادي نسخن فيه، غادي نحمر فيه حتى الزنجلان. قلت لكم يمكن لكم تحمروا فيه اي حاجه، عندي هنا شويه ديال الزنجلان، والزنجلان تحمر دغيا مع الاله ديال البانيني كانت مازال سخونه فاش حمرت فيها كاوكاو، راه دغيا دغيا ما خداش نهائيا الوقت. وها هما كاوكاو والزنجلان محمرين مزيان بلا ما تشعلوا لا فران لا والو. كي قلت لكم يمكن لكم تحمروا اي حاجه بغيتوها في وقت قياسي وبسرعه. وهاد المره هادي ما غاديش نخدم الورق ديال الطبخ في الاله ديال البانيني، ما غاديش نفرشو، باش هكا غادي نخليها توسخ وتكرفس باش يمكن لي نوريكم الطريقه ديال التنظيف والتعقيم ديالها في نفس الوقت. المهم هنايا عندي شويه ديال الستر ديال لادان اللي شرملته من بكري باش كتدخل فيه الشرموله وكيجي لذيذ وبنين. غادي نشعل الاله ديال البانيني هي الاولى، ما فيها لا بوطون لا والو، مباشره من بعد ما كنركب البريز. عندها واحد جوج بولات كي كتشوفوا من الفوق، وحده في الاحمر وحده في الاخضر، غير كنركب البريز ديك البوله اللي في الاحمر كتشعل، اذا صافي راه خدامه راه شاعله. وفاش كتشعل البوله اللي في الاخضر صافي راه الاله ديال البانيني كتكون سخنات مزيان. وفي هاد الوقيته هادي اللي كتسخن راني كنعمر هاد لي بروشيت هادو ديال لاداند، ومن الاحسن نستعملو في الاله ديال البانيني هاد القطيبات هادو ديال العود، هما اللي يصلحوا وفي نفس الوقت صحيين. كي كتشوفوا البنات راني يلا حطيتهم وبداو كيشدوا في راسهم وبدا كيدخلهم الطياب. غادي نبدا نقلب دابا وحيده بوحيده، هانتوما كتشوفوا بداو كيتحمروا كاع. المهم الا كانت عندكم شي كميه قليله ما كاينلاش رونوا الدنيا، غير الاله ديال البانيني راه قاضيه الغرض. والصراحه راه نفعاني في بزاف ديال الحوايج، خصوصا مثلا في الصباح في الغداء ديال ولدي كنحير شنو ندير، مثلا كنجبد غير كبيده ديال الدجاج كنشويها بمليحه وكمون، اولا شويه ديال الصدر ديال الدجاج، الكفته كتهنيني كطيب بالزربه وفي نفس الوقت ماكله صحيه. صافي كنستمر بنفس الطريقه، كنبقى نشوف الجهه اللي مازال ما دخلها الطياب، مثلا في الجناب ولا كنحاول نحطها عليها. نتوما الا بغيتوهم محمرين مقرملين كتخليوهم يتحمروا، حيت كاين اللي كيبغيوهم يكونوا طايبين مزيان، كاين غير اللي شويه، المهم على حسب نتوما شنو كتبغيو.
هنايا قطيبات ديالي صافي راهما واجدين، وفي البانيني ما غاديش نمسحها فوق هادشي اللي تزلع منهم، ديك الشرموله ديالهم وداكشي. غادي ندير فيها الدنجال كي كتشوفوا قطعته رقيق، وغادي نشويه في الاله ديال البانيني. درت شويه ديال الزيت البلديه، غير واحد القطيره تقريبا معلقه صغيره، وغادي نستف هاد القطع ديال الدنجال باش كندير الزيت باش ما كيتلصقوش فاش نبغي نقلبهم، ما غاديش يتلصقوا. صافي وكنسد عليهم ونخليهم يطيبوا. والدنجال حتى هو صافي راه طاب، راه دغيا كيطيب، غير هو من الاحسن تقطعوه رقيق. هو واخا غليظ غادي يطيب، غير هو غادي ياخد الوقت، ماشي بحال الا كان مقطع رقيق دغيا كيهبط. راني كنت دايره ليه من قبل مليحه طبيعه الحال باش ما غاديش يجي باسل. وغادي نرافقه مع هاد الشوا، هاد القطيبات ديال لاداند. وكان هذا هو الطبق اللي وجدت معكم في الآلة ديال البانيني، صراحة كيشهي. لاداند مشوي مع الدنجال مشوي، رافقته بشوية ديال الفريت. ودابا غادي ندوزو للآلة باش نشوفو كيفاش رجعات حالتها مسخة معلكة. المهم انا خليتها تولي بحال هكا باش نوريكم الطريقة ديال التنظيف ديالها. كيف شفتو قشرتها بيدي، داكشي لاصق وقاصح وصعيب يتحيد بسهوله، ولكن غادي ندير لها هاد الخلطه السحريه اللي نفعني بزاف الكوزينه وهنتني من بزاف ديال الحاجات اللي فيها البيكربونات والخل والماء والقشور ديال البرتقال او القشور ديال الحامض. المهم غادي نفزقها كامله مزيان، بطبيعه الحال راه ما متصلاش بالضو. غادي نفزقها مزيان. والبنات اللي ما متوفراش عندهم هاد الخلطه ما مصايبينهاش، يمكن لهم يرشوا على الاله ديال البانيني شويه ديال الخل، ويرشوا فوق منها البيكربونات الصودا. و الا ما عندكمش بيكربونات الصودا يمكن لكم ديروا غير الخماره حمراء. وعلى فكره البيكربونات الصودا انا كناخذهم من الفرماسيان، كناخذ الباكيه الصغيره ب3 دراهم والباكيه الكبيره كدير ب6 دراهم. وكنخليو هاد الخلطه كترطب من 5 حتى ل 10 دقائق في الاله ديال البانيني. ومن بعد كنشد الورق ديال المطبخ، ماشي الورق ديال الطبخ، الورق ديال الطبخ هو فاش كنطيبو، والورق ديال المطبخ هو هذا رولو كبير ديال بحال كلينيكس، من الاحسن مسحوه به حيت الا مسحنا بشي شيفون بطبيعه الحال غنساليو منه، خصنا نلوحوه اللهم في هاد الورق ديال المطبخ. المهم كنبقى نجمع هاد الدهون اللي كتكون كثيره في الاول. صافي كنبقى نحيد داكشي اللي كتير، وراه كيتحيد بكل سهوله. وهاد الخلطه البنات راها كتعقم وما كتخليش نهائيا الريحه، بحال مثلا الا طيبتو فيها الحوت. وكنجيبو واحد الشيطه اللي بطبيعه الحال ما غاديش تكونوا فايتلكم استعملتوها هكا في الحوض ديال المطبخ، غسلتو بها الحوض اولا شي حاجه اخرى تكون جديده. وغادي نرش شويه ديال الخلطه اولا شويه ديال الخل، غير الخل بوحدو مثلا. صافي وكتبقاو تحكو باش داكشي اللي كيكون صعيب يتحيد بكلينيكس او بوراق المطبخ غيتحيد بهاد الشيته، ولا ما كيكونش مازال بزاف غير شويه وكيتحيد دغيا. وكنعاود نمسحها مره اخرى بهاد الوراق باش هكا كنشفها. وفي المره التاليه كاع صافي في الاخير كنشد واحد الشيفون وغادي نفزقو وغادي نعصرو مزيان وغادي نمسح به باش كنحيد داك الخل نهائيا في مره واحده. كي كتشوفوا البنات راه كتخرج كتشعل، ومن الفوق كنمسحها بالخلطه اولا غير بالخل بواحد الزويف اللي يكون نقي. صافي وهكا كنحافظ عليها وكتبقى ديما عندي البانيني جديده. وكانوا هادو هما الاستعمالات المتعدده ديال الات البانيني. وبطبيعه الحال ما ذكرتش لكم كلشي حيت يمكن الناس تستعملوه في بزاف د الحوايج من غير هادو. ما ذكرتش لكم التسخان ديال الخبز، ديال الملوي، ديال البغرير، ديال اي حاجه كتسخن كترجع بحال الا طيبتوها. مثلا انا الخبز كنجبدو جامد من الفريغ وكنديرو فيها 5 دقائق كيهبط وكيرجع رطب بحال الا طيبتو ويلا جبدتو من الفران. المهم راه عندها استعمالات كثيره ومتعدده. وباش تهناو من هاد المسيح والغسيل ديالها، من الاحسن تبقى تستعملوا الورق ديال الطبخ يكون عندكم خاص، تخليه دائما عندكم فاش تبغيو تطيبوا فيها من غير تسخان ديروه، باش هكا كتبقى لكم ديما جديده وديما نقيه. كي كتشوفوا البنات راه كتخرج كتشعل. ومهم حبيباتي كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، كنتمنى الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من اللايكات والتعاليق الزوينه ديالكم اللي كتعجبني، وكنقول لكم الى اللقاء.